صلوات الشكر ما بتبقاش فيها نفس القوة ديت. أنا قلت لكم هي صلت صلاة 3 صلوات، الأولى أثناء دقتها في إصحاح 9، ودي كانت في مخدعها ودي بتنسكب فيها أمام الله، والتانية قبل تنفيذ الخطة في إصحاح 13 وهي في خيمة العدو، والتالتة تسبيحة الشكر في إصحاح 16 وهي في وسط الشعب بعد الانتصار. كتير من الناس بيربطوا يهوديت بشخصيات تانية في الكتاب المقدس زي يعقوب مثلا اللي قاوم عيسو وترك خاله اللي كان عايز يهلكه، وبيشبهوها برضو بموسى القائد اللي قدر يقود شعبه في ظروف صعبة، وبيشبهوها بأبيجايل اللي نزلت علشان تصلح الغلط بتاع نبال جوزها غير الحكيم، وبيشبهوها بأستير اللي استغلت جمالها بروح الصلاة من أجل إنقاذ شعبه. في قول لطيف للقديس جيروم للأرامل، بيقول: لديك أرامل مثلك يستحققن أن يكون نماذج لك. بيكلم أرملة: لديك أرامل مثلك يستحققنا أن يكون نماذج لك. يهوديت المشهورة في قصة عبرية، وحنة بنت فنوئيل المشهورة في الإنجيل، كلتاهما عاشت ليلا ونهارا في الهيكل وحفظتا كنز طهارتهما بالصلاة والصوم. واحدة رمز للكنيسة التي قطعت رأس الشيطان يهوديت، والأخرى حنة تقبلت على ذراعيها مخلص العالم وأعلنت لها الأسرار المقدسة العتيدة. اتنين حلوين خالص. احنا قلنا ان يهوديت كانت شخصية أرملة جميلة متواضعة وشجاعة، كان جوزها اسمه منسة ومات بضربة شمس، كان قاعد في الحقل أثناء حصاد الشعير، وعاشت معاه 3 سنين و6 شهور، وبعد كده ربنا استخدمها لخلاص الشعب واترملت لغاية ما توفت عند 105، وكانت عايشة في بيت جوزها. كانت تعيش حياة شجاعة بدون تهور وحكمة محفوظة بالصلوات. كانت قاعدة في العلية أوضة مع جواريها في أعلى منزلها في قرية زوجها، وكان منطقة اسمها بيت خلوي أو بيت فلوي، فكانت بتظهر في الأعياد بس، وكانت من يعني معتكفة بقية الوقت. من الحاجات الجميلة في يهوديت روح التحدي، وفي فرق قبل بس ما اتكلم ويعجبكم الموضوع، في فرق بين التحدي والعند. العند الواحد يقفل دماغه ويصمم على رأيه، والتحدي هو التمسك بالله ورفض أي ضغوط من عدو الخير إن هو يخلي الإنسان يبعد عن ربنا. روح التحدي اللي اتسمت بيها يهوديت وانتصرت فيها كان أقواها طبعا تحدي ألفانا فتحدته وقتلته، وده طبعا شجاعة غير إيه مسبوقة. تحدت أمومتها الطبيعية، واحدة عاشت مع راجل 3 سنين ونص ومات، كان طبيعي انها بالذات في الوقت اليهود ان يعني الناس لده حاجة بركة، كان طبيعي انها تتجوز تاني، لكنها لم تنجب اطفال من رجلها، ما جالهاش اكتئاب ولا اتجوزت من ولي عشان تنجب وتقيم نسل، ولكن بدافع الامومة قدمت حياتها من اجل الشعب. التي رفضت الامومة الطبيعية صارت اما لكل الشعب. وتحدد ترملها، يعني احيانا الواحدة لما تترمل بتبقى ايه عندها حزن وبؤس ويأس وتنكب في الدنيا كلها وعايز الدنيا كلها تهتم بيها لانها حرام ارملها. لكن يهوديت كرست حياتها للعبادة بفرح وتهليل، ولما جت تتقدم عشان تعمل عمل
عملت عمل قوي، كانت أقوى فيه من رئيس البلد والشيوخ والكهنة وكل الناس دي. كمان يهوديت تحدت الغنى المادي الزمني، الذهب والفضة اللي خدتهم من جوزها والجواري والخدام ما كبروش قلبها وما خلوهاش تحس انها احسن من الناس او متعالية عن الناس او تقدر تتحكم في الناس. اتحدد طبيعة مجتمعها اللي في الوقت ده كان الست، يعني الراجل لما بيصلي انتوا عارفين كان بيقول ايه؟ اشكرك انك لم تخلقني ايه؟ امرأة. فكانت المرأة حاجة يعني صعبة جدا. فهي كانت امرأة تحدد طبيعة مجتمعها وقدرت تقوم بدور الرئيس والقائد وقدمت اللي ما قدروش يقدموه الآخرين. تحدد طبيعتها الأنثوية، جمالها اللي بارع ده ورقتها اللي أثرت الرجالة من شعبها ومن المعسكر التاني، لكن الجمال ده كان بيحط جواه شخصية قوية جدا مش حاجة صوفت. انتوا عارفين الواحدة لو بتبقى حلوة شوية بتحب بتصاحب حاجة اسمها المراية، او بتصاحب الناس اللي يقولوا لها انت أميرة انت جميلة انت أمورة انت مش عارف ايه. لكن دي كانت ايه؟ قوية. فالحاجات دي ما خلتهاش تبقى انسانة ضعيفة، ولكن حافظت على هيكلها المقدس وقداسة الشعب، فقدرت انها تعمل عمل قوي جدا. تحدد قائد الجيش اللي أراد أن يفسد عفتها فأفسدت جسمه وأزلته وقطعت رأسه. فيها شخصيات تانية نتكلم عليها لما نجيلها زي أرفكشاد واليقيم الكاهن وأحيور وعزية، أما نجيلها نبقى نتكلم عليها. تفسير الرمزي لسفر يهوديت، في مدارس في التفسير، في تفسير الحرفي ان انا امسك الايه بالمعنى بتاعها واخده، وفي تفسير الرمزي ان انا اقول ده يشبه ايه. فمن ضمن الحاجات التفسير الرمزي لسفر يهوديت ان الملك وقائد الجيش بيمثلوا ضد المسيح والنبي الكذاب، وهي عملت ايه؟ قتلت قائد الجيش والجيش انهزم. وده يورينا عمل الايه الكنيسه في امانتها للمسيح. برضو في التفسير الرمزي يهوديت رمز للعذراء، عذيه هنيجي له في الاخر، رمز للملاك جبرائيل اللي جاي حي العذراء، ويهوديت المطوبه بين كل نساء العالم زي ما قال كده العذراء قالت وهو منذ الان جميع الاجيال تطوبني. برضو نفس الشيء اتقال عن يهوديت، ويهوديت سحقت رأس ألفانا والعذراء قدمت للمسيح الجسد اللي سحق به الشيطان. بيربطوا برضو بين يهوديت وبين سفر الخروج على أساس أن الشعب عبر من محنة زي ما عبر من فرعون، وبيربطوا بينها وبين سفر القضاء اللي بيمثل فيها الفترة اللي الشعب كان ضعيف جدا، وبعدين ربنا يطلع حد كده يوم ينتصر زي دبورة مثلا. بيقولوا برضو ان قطع رقبة أليفانا زي ما داود قتل جلياط، وزي ما المسيح انتصر على الشيطان على الصليب. يهوديت بتمثل خبرة سماوية على الرغم انها كانت في العهد القديم، فبالرغم من ترملها لكن هي عاشت في نسك وعاشت في ثياب ترمل، ودخلت مع أليفانا في معركة وانتصرت فيها. زي ما قلنا على الفكر الليتورجي في السفر، وفي الفكر اللاهوتي في السفر، ودي من الحاجات اللي بتثبت قانونية السفر. فبيستخدم تعبيرات السفر تعبيرات لاهوتية بيتكلم فيها عن ربنا، فيقول مثلا الرب الله إله إسرائيل، الرب إلهنا إله السماء، الرب إله السماء، الرب الإله المحطم الحروب، رب أبائنا إله شمعون أبي، إله المتواضعين إله أبي، رب السماوات، حاجات كتيرة من دي.
فده بيدل على ان ده مش جاي كده من اي حتة يعني، ده بيمثل فيه فكر لاهوتي. مش بس كده، من الفكر اللاهوتي اللي فيه هو رعاية الله. يعني هو السفر في اختصار كده هو عن رعاية الله لشعبه، ان عمل في انسانة امينة انها تنقذ شعبه من يد أليفانا. فبيوريك الله الواحد الحقيقي اللي هو بيرعى الشعب، اللي هو كلي القدرة، يسمع صلوات الشعب وصراخهم ويخلصهم بيد قوية. الرب الذي لا يغلب، كل دي تعبيرات في السفر. الرب الذي لا يمكن لإنسان إدراك أسراره وفهمه، رحوم بالنسبة لخائفيه، حازم مع المعاندين، إله المضطهدين، إله المسكونة، الحال وسط شعبه. اهتم السفر طبعا بالطقوس الدينية وقوة الصلاة والصوم ولبس المسوح، وأشار إلى ختان الذين انضمون إلى شعب الله. ودي كانت مشكلة برضو عند الربيين، لأنهم كانوا العمونيين بالنسبة لهم اليهود كان عندهم طقس صعب قوي، إن الواحد علشان يخش في وسطهم لازم يعرفوه 10 أجيال. فطبعا دي حاجة يعني بالنسبة لهم دخول حد كده ده كان شيء. لا، بالنسبة لتقسيمة السفر، التلات إصحاحات الأولين بيتكلموا على الحملات بتاعت الأشوريين، فبيتكلم على نبوخذ نصر المنتصر، حملات أليفانا وخضوع سوريا لنبوخذ نصر، انتصاره بقى على إيه؟ أرفكشاد مادي والقصة دي. وبعد كده بيبتدي الضغط بقى من إصحاح 4-7، الضغط على جماعة اليهود، رعبهم، حوار بين أليفانا وأحور قائد بني عمون اللي قال له دولت ربنا اللي بيحميهم، وقال له أنا هشوفك تخلص يعني بعديهم. أحيور ده انضم لليهود وبقى في وسط إسرائيل، وإصحاح 7 محاصرة أورشليم. بتظهر يهودية في الإصحاح 8، إنسانة غيورة على شعب الله. إصحاح 9 صلاتها الأولى. إصحاح 10 تحركها للعمل. 11 لقاءها مع أليفانا، و12 في خيمة أليفانا، 13 قتل أليفانا المتكبر، و14 تعليق راسه على الحائط بتاع البلد، واخر جزء الرابع هو هزيمة الجيش وشكر وتسبيح لوهاب النصرة، اصحاح 15 و16. دي مقدمة كده في سفر يهودية. ربنا يدينا نعمة ان احنا نشوف يعني السفر دوت وايه التأملات اللي احنا ربنا هيدقلنا فيه، بحس ان احنا نستفيد من خبرات روحية قوية. و انا بحس ان قدام السفر ده بفتكر الايه بتقول الله لا يترك نفسه بلا شاهد. يعني انا لو فكركم في التاريخ، ربنا لما الكنيسة تعرضت لتجربة نقل جبل المقطم، البابا كان قديس، بس ربنا ارشده لمين؟ سمعان. مين كان يهتم ان في واحد المؤاخذة صرماتي ولا جزمجي، علشان هو ده اللي ربنا بصلواته حينقل الجبل. عشان كده انا بركز على نقطة بقولها لكم كتير، قداستك على المستوى الشخصي مهمة ليك ولولادك ولكنيستك. فاكرين حوار ربنا مع ابراهيم؟ ها؟ نفس الشيء بالنسبة لسدوم وعمور. فالنهاردة احنا بنفتخر بيهودية كانسانة ارملة شابة امينة قدرت تحتفظ بارتباطها بربنا، وقدرت انها تنتصر بطريقة يبدو اتكررت قبل كده. يعني احنا بنيجي ندرس بالتفصيل هقول لكم على احداث حصلت، حصل فيها الطرق بالقتل بكده. مش لازم راجل اللي هو يعمل كل حاجة، ربنا استخدمها وتمجد بيها وادى نصرة لشعبه. اي اسئلة في المقدمة دي؟ طيب طب كانت هتقول له ايه توب يعني ولا دي حرب يا بابا؟ دي حرب. ده بالعكس، ده انا احييها انها قتلت واحد وحمت شعب. ده لو كان ما تقتلش كان الشعب كله هيتقتل. انت بتكلم على القتل كخطية، لكن القتل ده كان الحل الوحيد اللي ربنا سمح لها بيه علشان يقدر ينقذ شعبه، لان ده كان ده حرب.
ودايما الاحداث بتتم حسب يعني بلاش قبلها بوقت صغير. كان سنحريب ربنا بعت ملاك مش يهوديت. الملاك ده قتل كم واحد من جيش سنحريب؟ 185,000 واحد في الوقت ده. كان يتموتني يموتك، فما كانش فيه الاوبشن ان يعني نستشهد ونبقى حلوين يعني. يعني مش زي دلوقتي، يعني احنا دلوقتي حتى لما بتحدث احداث وناس بتموت تستشهد وكده، لكن في راي عام عالمي ضد كده. لكن في الوقت ده كان اليد العليا يخلص، فكان ده الوقتها. يعني ما اقدرش ان انا افهم حاجه بعيد عن الزمن بتاعها. في الوقت ده الراجل ده كان لسه قاتل مخلص على مادي، ولما مادي انهزمت هم راحوا يسلموا، قال خلاص نسلم نفسنا، البلاد بقت تسلم نفسها ما عدا اليهود. فربنا ورى لهم من خلال اليهود دي انها تقدر تديهم نصر. فما كانش في حل تاني، لان هو ده الجيم، يعني ده الاسلوب اللي بيحصل في الوقت ده. تفضلوا نصلي. اجعلنا رب مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات.